لكجري رح تكون عم تصرف. هذا طلع كمان لبرج مش عارف شو، رح يكون في عندك اكثر يعني بذخ، او انت كريم بالاساس يا برج السرطان، فرح يكون في عندك شو يعني عم تدفع كثير عم بشوفك هاي الفترة. وممكن يكون معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق، او يعني الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله، والمحاولات عم بتكون كتير يعني كتير مثمرة، ورح تجيب نتيجة في أسرع وقت. شايفيتك عم تحاول تكون غامض هذا الشهر، وخاصة مع الشريك، حتى مع الأشخاص التانيين عم بتتكتم على مشاريعك، عم تتكتم على، ما عم تأمن لحدا، ما عم تعطي ثقة لحدا، حتى الشريك عم تتعامل معاه بغموض. فهذا أكثر إشي بالنسبة ل طاقتك يا برج السرطان. خلينا نشوف هاي الكروت تحذيرية، بتحذرنا دائما من شيء معين، فخلينا نشوف شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان، من شو عم تحذره. بتحذرك، غريبة هاي يعني بس مش عارفة، بتحذرك من شخص جديد عم يدخل حياتك، إما صديق، إما كحبيب داخل، إما معجب عم تدخله في حياتك. هذا الشخص دير بالك منه، من دخول أي أشخاص. كون حريص يا برج السرطان، ما عم بقول لك لا تدخل حدا لحياتك، ولكن عم بقول لك كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص. كمان تحذير تاني بالنسبة للعائلة، الاهتمام بالعائلة، بقول لك عدم اهتمامك بالعيلة ممكن يؤدي لانفصال، او ممكن يؤدي انه مش انفصال يعني لا سمح الله، لأمور ابعد من ما انت متخيل. فلا شوي قرب من الأسرة، وكمان من الأسرة الكبيرة مش بس الأسرة الصغيرة. عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك، يمكن هذا الكرت بيحذرك أو بيوصيك إنه تكون قريب من، خلينا نقول قريب من العيلة. عم بشوف والدتك على خلاف شوي معك، فكون حذر من هذا الموضوع. يعني احنا شو قلنا غير رضاهم علينا، يعني الله يديمهم. ف صلح الموضوع اذا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اي موضوع، يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم، بس طلع لي هذا الكرت. خلينا نشوف هون، طلع لك هدول messages from animals، كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج بما يعني يتناسب مع طبيعة هذا الحيوان. طلع لك the cheetah. get clear on your بيقول لك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون. get clear، كون كتير واضح ويعني ماشي منيح بالحاسة السادسة تبعك. عم بتكون عندك تفتيح عين هاي الفترة، عم بتكون عندك حاسة سادسة لبرج السرطان، عم بتصير عندك مثل صحوة نورانية يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة. فعم بقول لك الحدس تبعك شو بيدلك، امشي وراه وضلك مركز على الهدف تبعك وتحرك بسرعة. كنت بطيء بالفترة الماضية، فبيقول لك بالفترة الجاي بيقول لك اختار انك تكون انت محبوب، انت يعني انت اساسا انسان محبوب جدا يا برج السرطان، وهاي الفترة راح تكون اكثر جاذبية مثل المغناطيس، يعني بتجذب الاشخاص اللي من حواليك. اعمل الاشي اللي انت بتحسه صح for everyone involved، حتى تجاه الأشخاص اللي حواليك، مو شرط إنه تكون يعني
خلينا نقول مو شرط تكون بس الجول تبعك له علاقة فيك انت، ولكن ممكن انه تشاركه مع الاخرين. فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقول لك انه اشتغل مع فريق اكثر هذا الشهر، ما تشتغل انديفيدجوال، ما تشتغل بشكل فردي، نجاحك اكثر هذا الشهر اذا كنت عم تشتغل ضمن فريق. طيب ما اخذنا هدول الكروت. بالنسبة للي عندهم شريك منفصلين او متصلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك، خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بفكر. لا يعني اكثر اشي او بشكل عام عم بيحاول انه يستشفي، شايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي، ما عم بيحل شيء. العوائق شايفيتها مثل ما هي، هو كسلان كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير، انه يعمل اي اجراء. فبشوفه شوي ماشي يعني ماسك مكانه، ولكن بالنتيجة انا شايفة بينك وبينه هو في عقله الباطن مخزن فكرة الارتباط منك، لأنه أنا شايفة هون شجرة ومال ويعني وثروة ونمو، فعم بفكر بأنه يرتبط فيك. ف يعني مع أنه كرتين شوي متناقضين بيوصفوا شخص أساسا متناقض يمكن يكون. فخلينا نشوف. طيب هون شو فيه ديتوكس، بحكي لك تخلص من الديتوكس يعني اللي في حياتك، حاول تكون يمكن نباتي. عاداتك سيئة عم بتكون كتير، اما بتاكل قبل ما بتنام دايركت، او ما عم تعمل سبور، او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات. فعم بيقول لك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك. هو وقع قبل ما أحرك. أيوة بيقول لك إنه أنت رح تحرز هدف، رح تحرز هدف في الصميم بالفترة الجاي، فهاي يعني بشارة. ما بعرف شو الهدف تبعك، عاطفي او غير يا برج السرطان، بس بالعموم عم بيقول لك انه رح تحرز هدف او شيء انت مصمم كنت عليه فعم بتحققه. family changes بقول لك في تغييرات في العائلة، وكأنه في حمل للنساء، أو حتى لو كنت رجل سرطان في حمل لزوجتك، أو بشائر بحمل، لأنه في تغيرات بالعائلة وممكن تكون تغيرات مادية. المهم إنه هاي التغيرات هي عبارة عن تغيرات إيجابية، ممكن تكون مصالحة مع أحد أفراد العائلة، لأنه قبل شوي بين عندي وكأنه في شوية صراعات مع شخص من العائلة أو صديق. فعم بشوفها إنه عم تحكي لك إنه صالح أو بادر أو كون أنت من المبادرين في هذا الموضوع. keep charging ahead. بقول لك إنه ضلك تشجع حالك، أو ضلك تعمل charging لحالك، تشحن حالك لقدام. and don't take ولا تحكي دائما لحالك انه لا ما راح يصير، لا ما راح يصير. هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان، انا بعرف انه انت بتحكيها كتير. فبقول لك اتوقع المعجزات والسوليوشنز والحلول حتى تظهر، فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر. فبقول لك ما تكون ابدا سلبي، بالعكس احكي يس. شو خسران انت؟ يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا، او ليش انتوا بتفكروا بطريقة سلبية. طيب ما انت
بتفكر بطريقة سلبية أو إيجابية، يعني يعني ما راح تخسر إشي، لا هيك راح تخسر ولا، فليش ما تكون إيجابي؟ يعني مش خسران إشي، والله ما حتدفع فلوس يعني، بس أنت جربها لمدة 21 يوم بس، إنك تكون إيجابي وإنك تطرد الأفكار السلبية من بالك، وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك، راقب. بس يعني الأغلبية ما بترد، يعني ما بيعملوا هذا الإشي. بيقول لك انت على يعني على شفا، يعني زي ما بيقول لك خطوة واحدة من النجاح، ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كذا، فبيقول لك ضايل خطوة صغيرة بس يعني، فاصبر، خليك keep going، خليك في هذا الموضوع، وانت راح تحصل على اللي انت بدك اياه، فما تمل. احيانا وقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين، يعني لو انا كملت كان حصلت على اللي بدي اياه، ف ليش؟ هون طلع لنا انه كيف بدي اقول لك، اكثر اشي رح ينجح معك هذا الشهر موضوع الشراكات، او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكثر اشي، رح كتير تبدع إذا كنت عم تشتغل في هاي الطريقة، إنه التعاون مع أشخاص أو المشاركة، تشارك الأشخاص بشيء معين حتى لو كان على صعيد عاطفي، حتى أصدقاء كذا، أحلى شيء هذا، بيقول لك رومانس، يعني هلأ وقت الرومانسية، لو كنت متزوج أو غير متزوج أعزب منفصل، فهذا الوقت كتير مناسب إنه تعيش يعني مغامرة رومانسية، مو شرط يعني شخص جديد، ممكن شخص قديم في حياتك، فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب، فشي كتير حلو لبرج السرطان. نشوف آخر أوراكل. بيقول لك إنه الانرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير وراح تتفجر، عندك طاقة كبيرة جواتك راح تكون بسبتمبر يا برج السرطان. بيقول لك اعكسها او اعمل ريدايركت، اعمل يعني كيف بدي اقول لك، اعمل انعكاس، شارك هاي الطاقة مع الاخرين. طول الوقت عم بيقول لك على المشاركة، وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضية كنت عم تشتغل لحالك، ما كنت عم بتشارك اللي حواليك، او ما كنت عم بتأمن للي حواليك، فبيقول لك انه اكثر شيء هاي الفترة انه تشارك مع العالم. خلينا نيجي على الاضافة اللي راح تكون على التوقعات، ما بعرف اذا عجبتكم، ممكن انه يعني نستمر عليها. رح تسألوا سؤال، رح تضمروا سؤال، رح تكون إجابته yes or no، وإذا في موعد معين أو تقريبي يا جماعة، مش وقت يعني بالضبط، تقريبي ممكن إنه نحكي، فأضمر على سؤال يا برج السرطان، أو اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال، ركز في سؤال معين فكر فيه، وخلينا نشوف الإجابة صح رح يصير هذا الإشي ولا ما رح يصير، او انه هو مو شرط يكون حدث بده يصير، ممكن شغلة صارت اوريدي او لا وانت شاكك، ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه يس او لا، الاجابة الإجابة هي مش بس يس لا، يعني زي ما بتقول 10 يس. هذا الإشي رح يحصل 1000000%، على قد ما أنت حاسه إنه صعب، على قد ما في عوائق، شايفة أنا كتير عوائق فيما سبق بهذا لهذا الموضوع، في كتير عوائق عشتها أنت لحتى هذا الموضوع ما يصير، ولكن أنا شايفة هاي العوائق عم تتكسر، شايف الشيء هذا عم بيصير، عم بتكون انت مثل الملك او الملكة في الموضوع، وفي انتصار في